كل جميع المفخر منظمين ومؤسسين وإعلاميين وأيضا الجمهور وأبناء الفجيرة كلهم. هل كان لهم السبب في أن يكون مهرجان الفجيرة؟ مهرجان الدراما الدولي يخرج من هذه الأرض. سعادة الأستاذ محمد سعيد الضنحاني، أهلا وسهلا فيك عبر الإمارات نيوز. أهلا وسهلا، ونحن سعداء بوجودكم اليوم في أول مؤتمر صحفي نعقده لإطلاق فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون من 24 فبراير إلى 5 مارس. طبعا تحدث بطريقة وافية عن المهرجان، ولكن نريد أهم المميزات اللي بيتميز فيها مهرجان الفجيرة الفنون لهذه الدورة. أول ما يميز هذا المهرجان أنه يجمع أكثر عن 250 فعالية خلال فترة زمنية 10 أيام، بالإضافة إلى وجود 14 دولة في عروض مهرجانات المونودراما، منها 4 دول عربية و10 دول أجنبية، بالإضافة إلى كثير من الفعاليات الأخرى والحفلات المتميزة والفرق الموسيقية والشعبية من دول كثيرة من دول العالم. نحن اليوم سوف يضم هذا المهرجان ما يزيد عن 60 دولة سوف تشارك في المجال. هذا المهرجان سوف يفوق عدد ضيوفه عن 500 ضيف، بالإضافة إلى الفرق من كل دول العالم، بالإضافة إلى اجتماعات دولية ومنظمات دولية ومكاتب تنفيذية سوف تعقد في الفجيرة لهذا العام. نحن هذا العام ما يميز وجود 6 مواقع عرض في يوم واحد، هذا بالإضافة إلى المراكز التجارية والجامعات والكليات الأخرى. نحن يعني نتمنى أن نقدم مهرجان يليق باسم دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الفجيرة بشكل خاص، ولكن أيضا يكون متميز، يكون نقلة نوعية عن المهرجانات السابقة. إن شاء الله يا رب. كمسؤول عن هذا المهرجان أو كشخص قائم على هذا المهرجان، ما بتشوف من الظلم اليوم أنه نحن نجمع مجموعة من الفنون، خصوصا أنه عم بتقول أنه نحن رح ممكن نفصل مهرجان المونودراما ليتميز كل مهرجان على حدة، هل بتشوف جمع مجموعة من الفنون بمهرجان واحد هو ظلم لهذه الفنون، أو بتشوف كل واحد عم يأخذ حقه كمهرجان؟ نحن هذا كله بيخضع إلى التقييم، بعد هذه الدورة سوف نعمل على تقييم الوضع كيف خرجت هذه الدورة، لأن هذه الدورة على حجم المشاركات سوف يكون هناك تحدي كبير إلى التنسيق، إلى الحضور، إلى الجمهور، إلى النقل، إلى السكن، إلى خلافه، فهذا كله سوف يخضع إلى التقييم، ومن بعدها سوف يتم القرار المناسب لما في المصلحة العامة سواء للفنون أو للتنظيم. طيب آخر سؤال أستاذ محمد، اليوم مهرجان مشارك فيه مجموعة كبيرة من دول مش بس العربية، هي دول عالمية، لأبراز وأظهار الوجه الحضاري لإمارة الفجيرة، هل بتشوف أنه نحن مقصرين إعلاميا كإمارة الفجيرة تجاه الإعلام العالمي، خصوصا أنه في يعني لما نحن نراسل اليوم سفارات من الفرق، ليش كمان ما نراسل لو يكون في إعلام أذربيجاني أو كوسوفي أو بريطاني أو أو أو؟ والله هذا طبعا دور لابد أن الإعلام أن يقوم فيه في إبراز هذه الفعاليات، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ليس فقط هذه الفعالية تقيم، وإنما هناك كثير من الفعاليات، ولكن كما أسلفت أن هناك ضم إعلامي خصوصا خارجي ربما محلي نحن سعيدين بتغطياتهم، ولكن خارجيا فعلا لا زال الوضع ضعيف، رغم أن المهرجان هذا يجمع 45 محطة تلفزيونية من كل دول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والصحفيين يفوق على 170 إعلامي، فهذا نتمنى أن ينقلنا إلى العالم وأن ترانا بما نقدمه من تميز وإبداع. شكرا أستاذ محمد. شكرا. الفنان والمخرج ماهر صليبي، مرحبا فيك في الإمارات نيوز. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا. أستاذ ماهر، خلينا نحكي اليوم، حضرتك اليوم هو المخرج المسؤول عن حفل افتتاح مهرجان الفجيرة للفنون، نحكي عن أكثر عن فكرتك بهذا الحفل والخطة المقامة. نحن مثل ما تعودنا دائما نشوفك بكثير من المهرجانات في بصمة وإبداع، شو اليوم بيتميز في ماهر صليبي من خلال مهرجان الفجيرة؟ الحقيقة السنة يعني في محاولة لحتى نقدر نعمل افتتاح، خليني أقول لك أنه افتتاح يكون كتير مودرن، إن كان على مستوى التصميم العام للمكان يعتمد الأساس المودرن بكل تفاصيله. عنا نحن المادة النصية حتكون مادة شعرية، وكونه مادة شعرية مشان ما نوقع بالكلاسيكية أيضا رحنا إلى بالاتفاق مع الأستاذ وليد الهشيم الموسيقار اللي عم يعمل ألحان لهذا الافتتاح، اتفقنا على أن تكون موسيقى أوركسترالية
بكل معنى الكلمة، يعني لحتى نقدر أيضا من خلال هاي الموسيقى نقدر نعمل لوحات استعراضية لها علاقة جدا ما بين الستيج والشاشة، في ربط واضح حيكون جدا بين المسرح والشاشة مع الكوريوغراف على أكريمية فرقة سيما. ورح نحاول كمان أيضا مثل كل افتتاح، يعني أنا بالنسبة لي بشتغل على الأزياء يعني المناسبة لهذا الافتتاح، كلها أزياء أيضا جديدة ومعمولة خصيصا لهذا الافتتاح بتصميم ظلال الجابي. الحقيقة يعني هاي العناصر الإبداعية يلي هي بتكون هذا الافتتاح حتكون كلياتها تحت مظلة كبيرة اسمها مظلة مودرن لهي السنة، يلي هو بيشبه كتير اللي عم بصير بالعالم. هل هناك رسالة عم تقدمها من خلال هذا الحفل كمخرج له بصمته دائما في إدخالات وإسقاطات دائما بتحاول تكون موجودة بشكل واضح من خلال إخراجك لأي افتتاح؟ الحقيقة يعني دائما أنا برأيي بالفن إن كان بالمسرح ولا بالسينما ولا بالتلفزيون ولا حتى بالفن التشكيلي دائما في رسائل. طبعا أنت بتكون عم تقدم رسائل وعم تحكي ما بدي أقول وجهة نظري أنا، وجهة نظر عامة لهذه الدورة. دائما نحن نسعى بهي الدورة أيضا إلى أن نقدم السلام، بنحكي عن الخير، بنحكي عن العطاء، بنحكي عن على أن يكون هناك طمأنينة بشكل عام في هذه البلدان. شكرا أستاذ معن. شكرا لكم.